من مدينه التابعين كره، احنا كنتواجدوا على مالك رائع لمدينه واد لاو خلال هذه الفتره من صيف 2023 متابعينا الكرام. فكما كتشاهدوا على طول الشاطئ وهذا الرمال الجميله وهذا المياه الصافيه والدافئه ديال شاطئ مدينه واد لاو كما كتشاهدوا معنا من خلال هذا البث المباشر متابعينا الكرام. فابقوا معنا متابعينا الكرام، نحاول الى التواصل مع البث المباشر ان نرحبكم اكثر من هذه المدينه الساحليه الجميله متابعينا الكرام. نحاول ننقل لكم كل صغيره وكبيره على يعني شواطئ المدينه بشمال المملكه، خصوصا باقليم تطوان وكذلك باقليم شفشاون، وكذلك متابعينا الكرام بعملة المضيق الفنيدق. واليوم متابعينا الكرام حنا اننا نركزوا على شواطئ عملة اقليم تطوان وهو شاطئ مدينة واد لاو متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا من خلال هذا الصور. نتعرفوا شويه على هذه المدينه الجميله متابعينا الكرام. فمدينه واد لاو هي مدينه صغيره تقع شمال المغرب على ساحل البحر الابيض المتوسط متابعينا الكرام، وهي بطبيعه الحال فهي تقع يعني في الوسط بين مدينه الشاون ومدينه تطوان متابعينا الكرام. إذا متتبعي قناة شوف تي في قناة الشعب، كما قلنا فهذه المدينة هي مدينة ساحرة، مدينة جميلة جدا متابعينا الكرام. هي يعني ما بين الجبال والبحر متابعينا الكرام، كذلك شوية ديال الغابة على مستوى متابعينا الكرام. كما قلنا متابعينا الكرام فهذه المدينه تبعد على مدينه تطوان حوالي 40 كيلومتر، وهي كتوجد وسط سهل رسوبي خصب متابعينا الكرام، وهي كتحمل اسم نهر اللي كيصب فيها وكينبع من المتنزه الوطني لتلاسمطان بجبال الريف، وكتميز بلديه واد لاو اللي كيتقدر العدد ديال النسمه ديالها فوق 15000 نسمه متابعينا الكرام، وهي كتجمع ما بين البحر والسهل والجبل متابعينا الكرام. طبيعة الحال فمن كنهضروا على الجبل والسهل والبحر فهو اكيد كيعطينا واحد اللوحه اللي هي جميله وجميله متابعينا الكرام. ومتابعينا الكرام فهذه الوجهه فهي قبله للعديد من السياح المغاربه والاجانب خصوصا في فصل الصيف، والى جانب السياحه الشاطئيه فكتشتهر المدينه بالصناعه التقليديه وانتاج الفواكه الصيفيه. وفي هذه المدينه الجميله فالنساء ديال المنطقه كيتقنوا الفخار اللي كتعتبر من التراث التقليدي المتوارث بالمدينه والصامد ضد كل التغيرات والعوائق ابتداء من القرن الثاني عشر ميلادي متابعينا الكرام. يعني الفخار هنا عنده واحد الارتباط وثيق بهذه المدينه الجميله متابعينا قناة الشعب. وللإشارة متابعينا المدينة لها يعني أنها حصلت على اللواء الأزرق متابعينا الكرام، فهذه ديال 2023 تم رفع اللواء الأزرق للمرة 11 على التوالي. بطبيعة الحال فمتابعينا الكرام خلال هذه السنة ديال 2023 فتم تنظيم حفل رسمي بمناسبة الاحتفاء برفع شعار اللواء الأزرق بشاطئ واد لاو كما قلنا برسم سنة 2023، وذلك في إطار البرنامج الوطني للشواطئ النظيفة، وذلك بحضور السلطة المحلية والمنتخبة وكذلك السلطات الأمنية وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي وكذلك سكان المنطقة متابعينا الكرام. وللإشارة فاللواء الأزرق قد منحه مؤسسة محمد الخامس لحماية البيئة
والمؤسسة الدولية البيئية كما قلنا للمرة 11 على التوالي، وذلك يعني استجابة للمعايير المحددة من قبل المؤسستين، خاصة فيما يتعلق بنظافة الشاطئ ومجانية المرافق المحدثة وجودة الخدمات الشاطئية والمحافظة على جودة مياه السباحة وتوفير المرافق الصحية والحراسة وعلامات التشوير، إضافة إلى ضمان ولوجيات مناسبة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة نحو الشاطئ. نتمنى إن شاء الله أن الولوجيات هذه السنة ما تكونش أنك يعني بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ما تكونش غير الشاطئ فقط، ولكن تكون حتى داخل البحر، يعني أصحاب أو الناس اللي هما كيعانيوا من إعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة فيكون بإمكانهم أنهم يسبحوا ويدخلوا للبحر دون أدنى مشكل. متابعينا الكرام، إذا كما قلنا متتابعينا الكرام، واد لاوة هذه السنة فهي كتعزز بعدة تجهيزات ساهمت فيها مؤسسات خاصة وعامة، حيث تم تجهيز أكثر من 240 مظلة شمسية، وضعت رهن إشارة المصطفين مجانا، بالإضافة إلى حوالي 60 حاوية قمامة وعدة مسارات ومسالك مخصصة للمسنين وكما قلنا سابقا للأشخاص ذوي الإعاقة. متابعينا الكرام، إذا متتبع قناة شوف تي في قناة الشعب، هذه هي مدينة ودلا وهكذا تبدو مدينة ودلا. والإشارة فإحنا هذا الجزء اللي كنتواجدوا فيه متابعينا الكرام فهو بعيد عن وسط المدينة، إحنا كنتواجدوا بالضبط بمكان يسمى حجرة مكة المتابعين الكرام، وأكيد من خلال هذا المباشر فغادي نحاولوا أننا نوصلوا متابعينا الكرام لوسط المدينة وغادي نقربكم، وإن شاء الله استناوا روبورتاج يعني ميكرو تروطوار خاص على مدينة ودلا بجميع متابعينا الكرام بالمرافق ديالها ديال الشواطئ وديال الشوارع وديال البنيات اللي كتوفر بها، وكذلك أهم المعالم التاريخية اللي كتميز متابعينا الكرام هاد المدينة الجميلة. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، إذا متابعينا الكرام بقوا معنا من خلال هذا البث المباشر كما كتشاهدوا معنا. فحنا جينا يعني في بداية مدخل مدينة ودلاو، غادي نحاولوا أننا نقربوا أكثر من الجهة الأخرى باش ننقلوا لكم يعني كيف ولات مدينة ودلاو. طبيعة الحال في هذا الجزء اللي كتشوفوا معنا متابعينا الكرام فهذا غير المدخل ديال مدينة ودلاو، باقي مدينة ودلاو كما كتشاهدوا معنا فهي كبيرة وكبيرة جدا متابعينا الكرام. غادي نحاول أننا نزومي شوية وشوفوا تبارك الله هذه المدينة فهي يعني يعني متابعينا الكرام العمران ديالها في توسع، وهذه الجهة اللي كتشوفوا معنا متابعينا الكرام هذه الخاصة بالبنايات اللي تم الإحداث ديالها مؤخرا، وباقي البنايات يعني دائما المدينة متابعينا الكرام كتعرف يعني توسع عمراني، وكل سنة فهي في تمدد المدينة فهي كتزاد وكيتزاد العدد ديال السكان ديالها وكذلك الناس اللي كيزوروها. متابعينا الكرام شوفوا يعني الجمالية ديال الشاطئ متابعينا الكرام، فهو كيتبدا تقريبا من مصب ودلاو متابعينا الكرام حتى حجر مكاد، هذه النقطة ديال حجر مكاد هنا كينتهي يعني شاطئ مدينة ودلاو. هذا الشاطئ الجميل، هذا الشاطئ المتابعين الكرام الغني عن التعريف. إذا المتابعين الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، لازلنا من خلال هذا البث المباشر وغادي نحاولوا من خلال هذا المباشر أننا نقربكم أكثر كما قلنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب. فهذه المدينة تعد يعني من أفضل الوجهات السياحية لمجموعة من المغاربة اللي كيقصدوا هذه المدينة
التي تبعد حوالي 40 كيلومتر عن مدينة تطوان، وهي كتواجد على مشارف مدينة على مشارف متابعينا الكرام الحدود ديال مدينة الشبشاون. فاللي كيربط ما بين مدينة وادلاو وباقي نفوذ التراب إقليم شبشاون هو الواد ديال مدينة وادلاو متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيبي قناة الشام. إذا متابعينا الكرام لازلنا في هذا البث المباشر، كما قلنا فهذه هي غير البداية ديال المدينة، باقي التراب ديال المدينة متابعينا الكرام. فمدينة وادلاو كما كتشاهدوا فهي يعني المساحة ديالها فهي طويلة وطويلة جدا، حوالي 3 حتى 4 ديال الكيلومترات، هذه غير ديال الشواطئ متابعينا الكرام. يعني كما كتشاهدوا هاد الشواطئ هذه فيها المظلات، فهي تقريبا 3 ولا 4 ديال الكيلومترات كلها متابعينا الكرام شاطئ، وكلها يعني كتميز بهذا الكورنيش الجميل متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب.